دكتور ماجد عبد النصير، أستاذ أمراض المخ والأعصاب جامعة القاهرة، رئيس شعبة التصلب المتعدد بالجمعية المصرية للأمراض العصبية، ورئيس الاتحاد العربي لجمعيات طب الأعصاب. الحقيقة النهاردة هنتكلم على مرض مشهور قوي ما بين سن الشباب من 20 ل 40 سنة. هو مرض مناعي بيهاجم الجهاز العصبي المركزي، اسمه التصلب المتعدد. التصلب المتعدد الحقيقة عبارة عن خلل في جهاز المناعة، وينتج عن هذا الخلل أنه الجهاز المناعة بدل ما بيهاجم العدو الخارجي زي البكتيريا زي الفيروس، بيهاجم الجهاز العصبي المركزي الممثل في المخ والحبل الشوكي. ونتيجة هذا الهجوم بيحصل نوع من التآكل في المادة البيضاء اللي هي اسمها المايلين اللي بتغلف الأعصاب، وينتج عن ذلك أعراض. هذه الأعراض بتعتمد على المكان الهجوم، فممكن يكون الهجوم للعصب البصري ينتج عنه ضعف في الإبصار، ممكن يجي الهجوم في الجهاز الحركي ينتج عنه خلل في الحركة، ضعف أو لا قدر الله شلل، ممكن يجي خلل في الاتزان، ممكن يجي خلل حتى في الجهاز الحسي ينتج عن الأعراض عنه أعراض زي التنميل أو الكهرباء أو الشكشكة. طيب حد هيقول لي ما كلنا ممكن يكون بيحصل لنا الأعراض دي. شرط العرض أنه لازم يكون يبقى المريض يعاني منه فترة أكتر من 24 ساعة. إذا حصل أي عرض من الأعراض اللي قلتها واستمرت لأكتر من 24 ساعة، لابد أن يلجأ المريض إلى الطبيب المختص في المخ والأعصاب لتشخيص المريض، تشخيص الملائم. غير الحالة الإكلينيكية، احنا عندنا استخدام الرنين المغناطيسي سهل علينا قوي في السنين الأخيرة تشخيص المبكر لمرض التصلب المتعدد. التشخيص المبكر مهم جدا لأنه بيؤدي إلى كنترول أو سيطرة على المرض بطريقة فعالة للغاية.